عقارب الساعة تشير 8 مساء الساعة في أبوظبي، علوم الدار 8 مباشرة من مركز الأخبار. أبرز العناوين: رئيس الدولة ونائبه يهنيان رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها. خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 31. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنية إلى فخامة سالومي زورابيتش فيلي رئيسة جورجيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنية مماثلة إلى فخامة الرئيسة الجورجية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنية مماثلة إلى معالي إيرلاكي جيريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولية معالي كريستيان ليندرا وزير المالية الألمانية. بحث خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات المالية والاستثمارية والتجارية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. زار اليوم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 31. وتفقد سموه خلال جولته في المعرض عددا من الأجنحة المشاركة، ومن ضمنها جناح طه حسين الكتاب والبصيرة الذي يحتفي بعميد الأدب العربي بصفته الشخصية المحورية لدورة هذا العام، من خلال تنظيم ندوات فكرية وأدبية لدراسة عوالم أدب طه حسين والوقوف عند أعماله تحليلا وقراءة لتسليط الضوء على أهميتها في إثراء المشهد الثقافي والأدبي. والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مجموعة من طلبة المدارس في أثناء مشاركتهم في ورش عمل عن أهمية ترسيخ ثقافة القراءة. رافق سموه في أثناء زيارته المعرض معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. واحتفاء باختيار الدكتور طه حسين عميد الأدب العربية شخصية محورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، نظم معرض أبوظبي الوطني الدولي للكتاب ندوة حوارية بعنوان طه حسين بصيرة عقل بحضور نخبة من كبار الأدباء والمفكرين والناشرين من جميع أنحاء العالم. تقرير هبة الصقري. طه حسين ليس كاتبا أو باحثا فحسب، إنما هو صاحب طريق تنويري حمل مشعاله ليفتح طرقا جديدة أمام الفكر والأدب العربي والثقافة، كما نجح في بلورة الطاقة المرتبطة بالفضول والرغبة في التعلم التي لا تعرف لها حدود. هذا ما قاله المشاركون في الندوة، فالبعض منهم قد عاصر حياة طه حسين، والبعض الآخر من اتخذ من مؤلفات طه حسين وكتبه مرجعاً لرسالته العلمية. نحن في هذه الأيام، وأنا قلت في كلمتي عنه، في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها العالم العربي بما فيها من مشكلات، نحتاج هذا الذهن النير، هذا الذهن الوقاد، وهذا الفكر التنويري الذي سعى إلى تطوير حياة العرب وتفكيرهم في تلك الأيام، وما زالت آراؤه وفكره النقدي مطلوبا بيننا. اللغة الفصحى هي الطريقة الوحيدة إلى تحقيق الوحدة.
تجلت عبقرية طه حسين وفكره في حقل الترجمة عبر انتقائه للأعمال التي ترجمها ليضعها بين يدي القارئ العربي، والنهج الذي اتخذه أسلوباً في ترجماته. لهذا نقل بحنكة وذكاء من أمهات الكتب الغربية للقراء العرب، الأمر الذي أسهم في إيجاد حالة من التفاعل بين الثقافة الشرق والغرب، بالإضافة إلى دوره في إعادة النظر للتراث بعين النقد العقلاني. أنا تحدثت عن أثر كبير لطه حسين في الصين، مثل إصداراته العديدة التي ترجمت إلى اللغة الصينية، وحضوره الدائم في رسائل الدكتوراه والماجستير والدراسات المقارنة للأدب في الصين. فكتاباته وأعماله ونقده وغيره من الأفكار التربوية والأدبية أيضا صالحة لزماننا، ويمكن أن نطبقها في واقعنا الحالي. ما قدمه طه حسين يحتاج إليه الواقع الثقافي اليوم، حيث الخروج من مغارات التاريخ القديم أو الواقع القديم، وأن نقوم بما فعله الأديب الذي فتح المجال أمام العقل الإنساني للمغامرة والبحث والاكتشاف بحرية. وجود طه حسين كشخصية محورية في معرض أبوظبي للكتاب بدورته 31 إنما يعكس حرص المنظمين على التعريف بقامة أدبية عربية ترك بصمة لافتة على صعيد الثقافة العربية. فبعد مرور أكثر من 4 عقود على رحيله، ما زال طه حسين متواجدا بإنجازاته ومؤلفاته أمامنا هنا اليوم. هبة الصقري لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أبوظبي. في ملفنا التعليمي لهذا المساء، اختتمت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر واجهة التعليم في دورته 8 ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2022، وسط نجاح منقطع النظير بعد أن سجل زيارة أكثر من 15,000 طالب وطالبة للمعارض حضوريا، وأكثر من 100,000 زيارة عبر المنصة الافتراضية. وقدمت المؤسسات المشاركة خلاصة خبراتها مع الزوار في منصة تفاعلية متميزة بحضور رسمي وشعبية. كما نوقشت عدة قضايا ملحة تتعلق بمستقبل التعليم وتوجهات أو توجيهات الدراسات المستقبلية. خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان في ديوانها في دبي، وضحت السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومية وتحديد المستهدفات الإسكانية للسنوات المقبلة وخطط العمل الداعمة تطلعات حكومة الإمارات وشروط استحقاق المساعدات السكنية لمواطني الدولة وضوابطها. التفاصيل مع خلفان الكعبي. برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية نفذ منذ إنشائه في عام 1999 أكثر من 74,504 قرارات دعم سكني بقيمة تجاوزت 41 مليار درهم. وخلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد الإسكان، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الجديدة لتمويل قروض برنامج الإسكان الحكومي. ووفقا للسياسة الجديدة، ستمول قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج. راعينا نحن في السياسة الإسكانية الجديدة أن يعني تكون متوائمة مع البرامج الإسكانية الموجودة في الدولة. كانت الحكومة الاتحادية في السابق متمثلة في البرنامج تقوم بدفع أصل المبلغ للمستفيد أو للمقاول في البناء، ومن ثم يرجع لها هذا يعني المبلغ طبعا بدون فوائد. عدد القرارات المقرر إصدارها خلال الخمس سنوات المقبلة 2022 إلى 2026 يبلغ 13,000 قرار بتكلفة تبلغ 11 مليار و500 مليون درهم. تتولى البنوك والمصارف الوطنية تمويل القروض ب10 مليارات و400 مليون درهم،
وسيسدد برنامج الشيخ زايد للإسكان تكلفة الفوائد البنكية بقيمة 1,100,000,000 درهم، حيث أن التركيز خلال 3 سنوات الأولى سينصب بشكل رئيس على تغطية الطلبات المتراكمة. نظرنا إلى التراكمات اللي صارت عندنا وأعداد الطلبات، وشفنا أن الأفضل أن نتفق أن نستخدم نفس السياسة اللي تستخدمها البرامج الأخرى. هذا نتج عن تغيير في السياسة طبعا لمصلحة المواطنين، لأنها راح تزيد قدرتنا على إعطاء قرارات أكثر، وراح نتمكن من معالجة التراكمات السابقة اللي كانت موجودة. اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الإسكانية الجديدة إلى جانب اعتماده في وقت سابق ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، تأتي لتؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع إسكان المواطنين وسعي الحكومة لتطويره وتنظيمه من خلال قوانين وتشريعات منظمة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في دولة الإمارات في مختلف المجالات. سياسة الإقراض السكني الجديد التابع لمشروع زايد للإسكان ستسرع من عملية حصول المواطن على المسكن، وهي أولوية قصوى لوزارة الطاقة والبنية التحتية. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، خلفان الكعبي من دبي. علوم الدار 8 مستمرة من مركز الأخبار بعد الفاصل. شرطة أبوظبي تلقي القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 600,000 قرص من كابتاغون. العنصر البشري عند الشيخ زايد هو العنصر الرئيسي، لأنه يعرف قيمته بالضبط. نحن اليوم نفتخر، وهو توسد يمناه يا والربة فرحان أن نحن عندنا كوادر من بناته وأولادنا، جيل جديد راس يقول أكسبرت، خبير في تخصصه. نحن نفتخر أن عندنا هذه الكوادر موجودة اليوم تخدم بلادنا، تخدم أهلنا، وهي سنة الحياة. لا نسعى لنقل المعرفة، بل إلى ترسيخها في عقولنا لصالح البشرية وتنمية الوطن. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله. دولة الإمارات مغرية. مغرية ليش؟ مغرية لأن نحن عندنا اليوم أكثر من 20 مليون سائح، تقريبا 23. مغرية لأنها فيها اقتصاد قوي، مغرية لأن فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم، مغرية لأن عندنا أمن وأمان نحمد الله عليه. أهلا بكم من جديد إلى 8 مباشرة من مركز الأخبار. تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط عصابة مكونة من 4 أشخاص
من جنسية عربية بحوزتهم 600 ألف قرص كبتاغون المخدرة، وذلك في عملية أطلقت عليها اسم أحجار السموم، حيث استطاع رجال المكافحة وبخبرتهم الميدانية كشف الأسلوب الاحترافي للعصابة وإحباط محاولتها إخفاء المخدرات داخل أحجار البناء. هذه العصابة حاولت إخفاء المخدرات بأسلوب مبتكر في داخل الأحجار التي تستخدم للبناء، لكن كفاءة رجال المكافحة واقتدارهم حالت دون تحقيق هدفهم المسموم. فيما يتعلق بحالة الطقس، شهدت مناطق الدولة حالة من عدم الاستقرار الجوية تمثلت في تشكل الغبار المحمل في الجو وتدني مدى الرؤية الأفقية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا بوجه عام، أما الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهارا. دعونا نقترب أكثر من هذه الحالة الجوية وهذه التقلبات. تنضم إلينا عبر الهاتف المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد سكينة البلوشي. أختي سكينة، مرحبا بك لعلوم الدار. حابين نتعرف بداية على الأسباب الرئيسية لتأثر الدولة بهذه الرياح المغبرة وهذه التقلبات الجوية في هذا التوقيت من العام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، نعم، تشكل الغبار على الأغلب مناطق الدولة وأدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في الأيام السابقة، وأيضا في اليوم تحديدا كان في غبار على أغلب المناطق، ولكن كان مثل ما نشوف أخف من الأيام السابقة. الغبار اللي كنا نشوفه خلال اليومين اللي طافوا كان هو غبار محمل قادم، أثر على أغلب مناطق في الجزيرة العربية وأدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية واستمر حتى خلال الليل. أما الغبار اللي نشوفه اليوم فهو غبار من نشاط الرياح، نشطة الرياح على أغلب مناطق الدولة وسوى إثارة للغبار، وكانت الرؤية أفضل من الأيام السابقة. بالنسبة للطقس، بيستمر إن شاء الله الغبار اليوم غد، والأيام القادمة بيكون إن شاء الله صحوبة مغبر خلال النهار. هل نتوقع أن تستمر لفترة طويلة مثلا؟ الغبار اللي بنشوفه في الأيام القادمة بيكون غالبا وقت النهار، ما عدا يوم غد. طبعا يوم غد الغبار مستمر إلى الآن، نشوفه نحن يعني نراقب حاليا الوضع، وأنه هو غبار معلق موجود ولكن الرؤية جيدة، لكن خلال النهار الأيام القادمة ممكن أن تتدنى الرؤية الأفقية. فنرجو من الأخوة السائقين ومرتادين الطريق خاصة أنهم يتوخون الحيطة والحذر في حال أن الرؤية تدنت بسبب الغبار. إذا نتمنى للجميع الصحة والعافية. إذا هذه دعوة لمرتادي البحر وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر. كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد سكينة البلوشي، متنبئ جوي، شكرا لك. علوم الدار الثامنة مستمرة من مركز الأخبار في علوم العالم بعد الفاصل. القوات الروسية تكثف عملياتها لإتمام السيطرة على إقليم دونباس، أما أوكرانيا تقول شدة المعارك في الإقليم بلغت حدتها. الإمارات قدوة ولها مصداقية، أنتم تبنون عليها وتخلونها في هذه المنطقة الموجودة اللي نحن نعيش فيها اليوم، هي الأمل دائما اللي يشع منه نور حيث الناس توردها، توصلها، تتعاون وياها، تتعاقد وياها. بلادكم اليوم قدوة، فإذا بلادنا قدوة أنتم قدوة. إن واجب الوفاء والعرفان لوطن وفر الحياة الكريمة والسعيدة لأبنائه والمقيمين على أرضه يتطلب منا جميعا أن نجعله دائما في أعماق قلوبنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
إنسان تمر في حياته تحديات. التحديات هذه مرات تكون صعبة ومرات تكون أصعب، خاصة لما يكون الموضوع وطن. فرحلتكم أنتوا رحلة جيل لحمل وطن، مهم الواحد يشد الحزام ويرحل ويجاهد على أساس يرجع متسلح جاهز يستلم الراية. أهلا بكم إلى علوم الدار الثامنة مباشرة من مركز الأخبار إلى علوم العالم. أدانت الخارجية الأمريكية سلسلة الانفجارات التي استهدفت مدينتين في أفغانستان أمس، وقالت إن هذه الهجمات أودت بحياة أفغان أبرياء، مؤكدة أن العنف لا يخدم أي غرض. وأدت الانفجارات التي وقعت أمس في العاصمة كابول ومدينة مزار شريف شمالي البلاد إلى 12 شخصا ما بين قتيل وجريح، وذلك بتزامن مع إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجيرات مزار شريف عبر قنواته الدعائية في تطبيق تليجرام. على صعيد منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم أن الحادثة الذي شهدته منطقة بارشين جنوب شرق طهران وقع في وحدة أبحاث تابعة لها، مؤكدة أنه أسفر عن مصرع مهندس وإصابة آخر. ووصفت الوزارة الواقعة بأنها حادث صناعي في منطقة بارشين التي تضم مجمعا عسكريا يشتبه بأنه سبق لإيران أن أجرت فيه اختبارات تفجير قابلة للتطبيق في المجال النووي. في الملف اليمني، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن طرفي النزاع إلى تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل، مشددا على الأثار الإيجابية للهدنة على اليمنيين. وقال المبعوث الأممي هانز جراندبرغ في بيان أنه على جميع الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها من أجل الشعب اليمني. جاء ذلك بالتزامن مع بدء مشاورات في العاصمة الأردنية عمان بين ممثلي في الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي بشأن فتح الطرق في مدينة التعز. في الأراضي الفلسطينية، شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر اليوم في عدد من مدن الضفة الغربية طالت أكثر من 17 فلسطينيا بحسب ما ذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء. وفي قطاع غزة، أطلقت قوات إسرائيلية اليوم نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق المحافظة الوسطى. في شأن آخر، قال الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تهاجم أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا مليار أن شدة المعارك بلغت حدتها القصوى وتوقعت مرحلة طويلة وبالغة الصعوبة من القتال. وتسعى روسيا لتطويق القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينتي سيفيرو دونتساك وليسي تشانسك تمهيدا لإحكام سيطرتها على منطقة لوغانسك بالكامل. في سياق متصل، أكد مسؤول أوكراني موال لروسيا أن عدد أسر الحرب الأوكرانيين المحتجزين في جمهوريتي لوغانسك ودونستيك الانفصاليتين اللتين اعترفت بهما روسيا من جانب واحد يبلغ نحو 8000 أسير. وأضاف أن العدد الأكبر منهم موجود على أراضي دونستيك، مؤكدا أن العدد في لوغانسك غير بسيط وكبير وأن المئات يزدادون كل يوم. ما زلنا في ملف الأزمة الأوكرانية، حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان منطقتي خيرسون وزابون وروغيا في جنوب أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة. وكان بوتين قد أمر قبل سنوات بتبسيط إجراءات الحصول على جوازات سفر روسية للمقيمين في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، واعترف الكرملين بالمنطقتين جمهوريتين شعبيتين قبل مدة قصيرة من اندلاع الحرب.
على الجانب الآخر، أيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عريضة لاعتماد شرط الحصول على تأشيرة للمواطنين الروس الذين يدخلون أوكرانيا. وحتى مساء أمس جمعت العريضة عبر الإنترنت ما يقرب من 27,000 توقيع. وعلق زيلينسكي بأنه من الضروري تجديد الرقابة على دخول المواطنين الروس إلى الأراضي الأوكرانية. علوم الدار الثامنة انتهت، أبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها. خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 31. ألقاكم في 9 مساء وعلوم الدار 9. إلى اللقاء.